واحدة بنت حرام استقرت عليا العيشة اللي انا كنت فيها، دخلت المطبخ بس مطلعني من خلاص الطلاق، هو كان شرايط يطلقني، انا اتكلمت على الطلاق، بالعفو طلعني بالعفو، لغاية دلوقتي بيكلمني وعادي ولو حاجة عايز حاجة يقول لي اتصل بيا وكده، هي واحدة موزية عشان هو كان يعني ما كانش معاه حاجة وحسيت حاجة، ربنا كرمه على وشنا وعلى وش عيالي اليتامى، عشان هي معايا خمسة يتامى. طبعا استكترت العيشة عليا راحت حبت تخش بينا وخدت تسحب مني فلوس وحبيت كده وخلتني كنت بعرف الناس دي.